المأكولات الحديثة الآن تسمع أنها مكونات جديدة أو غذاء جديد يراد منه سد بعض حاجيات الجسم. مثلا واحد عنده سمنة فيتناول شيئا ما كي ينقص من هذه السمنة، أو شخص مصاب مثلا سرطان ما نعطيه واحد الوجبة معينة فيها أشياء كي نحد من هذا السرطان، أو مثلا بعض الرياضيين يأكلون بعض المواد لأنهم محتاجين إلى طاقة وإلى تنشيط وما إلى ذلك. من جملة هذه الفونكشنال فود يعني الفيتامينات التي أضيفت الآن إلى التغذية فهي في تدخل في هذا الإطار. ثم هذه المكونات فالآن تناقض، لماذا؟ لأن طبيعيا كانت المواد لا تحتاج إلى هذه التصحيحات، كانت فيها هذه الأشياء، ثم الآن لما تغيرت ففقدت كما قلت هذا القسط الطبي فقدته، ثم الآن نضيف فيتامينات إلى الدهنيات، نضيف مثلا الحديد إلى الطحين، نضيف فيتامينات إلى الحليب، الريبوفلافين الآن أضيفت إلى الحليب، ويعني نصحح هذه الأشياء، نرقع كما أقول، نرقع هذه الأغذية بعدما كان طبيعية وكان فيها كل شيء، الآن أصبحنا نرقعها. فاللائحة طويلة كما قلت، يعني هناك السمنة، فالسمنة يأخذ أصحابها بعض المكونات التي تعطي طاقة أقل لأن هذه السمنة يجب أن ترجع. ثم الكوليسترول، كثير من الناس يخافون من الكوليسترول في المغرب، عجيب، الكوليسترول ليس مرض يهم المغرب إلا بعض العائلات التي أصبحت تعيش كأوروبا، إنما العيش يعني الحياة المغربية العادية لا نظن أن ممكن أن يكون هناك خطر الكوليسترول، لأن الناس يتحركون والأكل كله يحرق، يعني لما تتحرك فأنت تستعمل هذه الطاقة، ولا أظن أن هناك مشكل كوليسترول إلا إذا كان استهلاك مثل أوروبا تستهلكون هذه الأشياء الصناعية التي الجسم لا يمتص جيدا أو يمتص في الاتجاه الخاطئ، ثم تكون هناك أعراض خلفية أو أعراض يعني خطيرة مثل السمنة والكوليسترول حتى داء السكري الذي يظهر كذلك. ثم بعض المكونات يعني التي ينقص فيها الصوديوم، الملح أو بعض المكونات التي يعني فيها مضافة إليها بعض الحمضيات الدهنية بطبيعة الحال ضد الكوليسترول، يعني الناس اللي عندهم القبط يضيفوا إليهم، حال في أمريكا يعطوهم بعض يعني نخالة أو أشياء غنية بالألياف الخشبية يعني ضد القبط. في المغرب أظن أن عندنا الحمد لله نأكل شيء ضد القبط هو التمر، نأكل التمر والتمر هو أحسن شيء ضد القبط، وأحسن من ذلك أن جودة الألياف الموجودة في التمر لا توجد في التمر الذي نأكل إنما في النوى، هذه النوى التي نرميها هي اللي موجود فيها أحسن أنواع الألياف الخشبية، فممكن أن نطحن هذه النوى. نعم. فهذه هكذا هي الأشياء تمشي كما قلت، هناك قسط غذائي، هناك قسط غذائي موجود في الأغذية، وهناك قسط طبي، هناك قسط غذائي وهناك قسط طبي. فالقسط الغذائي نأكله ونعلمه، لكن القسط الطبي لا نعلمه. فمثلا إذا أخذنا مثلا هذا الصبار الهندية، هذه اللي نأكله الصبار الآن، إذا قلت أعطيتكم الصبار والتفاح والموز والفريز وما إلى ذلك، أين تصنف الصبار بالنسبة لهذه الفواكه؟ الأخير، الصبار هو أول فاكهة الآن، هي أول صبار وأول فاكهة الآن وعلى رأس كل الفواكه، وهذا الصبار فيه مانغانيز ومغنيسيوم وحديد بكثرة، وهو الفاكهة الوحيدة التي توجد فيها مانغانيز بكثرة، والمانغانيز يفيد الأنسجة الحمراء لوتيسيروج. فمن طبيعة الحال وأكثر من ذلك، وهذه العظام المضرة التي توجد في الصبار هي التي يوجد فيها القسط الطبي كذلك. ثم أشياء هكذا، فأنا قلت بأن نوى التمر، نوى هذا العظم اللي في نوى التمر الآن هو الذي وجد فيه العلماء في أوروبا، وجدوا أن نوى الألياف الخشبية الآن، الألياف الخشبية بالجودة العالية توجد في النواة ولا توجد التمر كذلك فيه ألياف، نعم، ولكن النواة إذا ما طحنت ثم أكلت فهي دواء وليست غذاء، وتفيد أصحاب القبط وتفيد في أشياء كثيرة لأنك فيها فوسفور وفيه حديد كذلك وفيه أملاح معدنية أخرى. على أي فيتامينات، الناس كلهم يحلمون بهذه الفيتامينات،
وهذا واحد أمريكي ماذا يقول؟ يقول نحن لا نريد فيتامين A ولا فيتامين D ولا نريد فيتامين B، ولكن نريد فيتامين M هي ماني، فيتامين فلوس، ونريد فيتامين L لاند بالإنجليزية وهي فيتامين الأرض، تراب فين نحرته. هذا يقول جوج الفيتامينات اللي خاصينا، ال L لاند و M ماني، والفيتامينات الأخرى خذوها. هذا عالم نشر واحد البحث حول هذه الأشياء. ثم بعض الفيتامينات ليست الفيتامينات صالحة للجسم بجميع التراكيز وكلها صالحة، بعض الفيتامينات تسبب سرطانات وتسبب كذلك أمراض، ومنها الفيتامين سي إذا ما أخذت بكثرة. وهذه الأشياء الآن أقرها البحث العلمي. فانظروا إذا كانت هذه الفيتامينات التي أضيفت إلى الأغذية، فإذا كان هذا الشخص لا يأكل إلا هذه الأغذية، نعم، إذا كان يأكل هذه الأغذية زائد أغذية أخرى غنية بهذه الفيتامينات، فربما يأخذ زيادة، يعني فيتامينات التي تسمى بالإنجليزية أفردوز، يعني يتعدى هذه، وتصبح هناك سلبيات أكثر من إيجابيات عند إضافة هذه الفيتامينات. نعم، هي هذه الأفردوز فيتامين سي التي تحدث يعني أشياء خطيرة. ثم فيتامين E كذلك تحدث، يعني إذا كانت بكثرة تحدث بلود كلوتس، يعني هذاك الدم يتجمد، وكذلك لفاتيك، يعني عياء، ويعني بكثرة فيتامين E بكثرة. وهي الفيتامين E هي التي يحتاج الجسم بأقل ما يمكن في الفيتامينات، هي الفيتامين على شكل أثر تراس، فإذا فات هذا القدر تصبح ضارة. رغم أن الآن فيتامين E لا تضاف، التوكوفيرولات عموما مع الفيتامين E موجودة في المواد الدهنية، ليس هناك فيتامين D كذلك تحدث. الفيتامين D مشكل ديالها هو أن الآن أضيفت مرتين إلى الزيت، وهذا عليه، هي لا تقاوم الحرارة فيتامين D، هي هذه يعني تقتلها الحرارة، تفسدها، ثم أضيفت إلى الزيوت. والمغاربة يسخنون الزيوت، يطبخون بالزيت، فأضيفت إلى الزيوت، لما تطبخ بالزيت فهذه الفيتامين لا تستفيد منها، لأن الحرارة تفسدها من طبيعة الحال وتتلفها. كذلك كل الفيتامينات زيادة على 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 حدود تشكل أخطار. وكذلك الحديد، ربما حديد هنا، نعم، كذلك حديد يسبب كذلك خطر إذا ما فات الحد، هذا الطحين فيه الحديد كما قلت، إذا هذا الحديد إذا ما فات الحد يعطي خطر أكبر من الأنيميا. نحن الآن نريد أن نحارب الأنيميا، لكن إذا كان حديد أكبر فعند الأطفال سيسبب شيء آخر أخطر من الأنيميا، ويجب أن نكون حذرين حول إضافة هذه الأشياء. نحن لا يعني لا نعاكسها، لكن يجب أن تكون بعلم، ويجب أن تكون مرشدة، جد مرشدة، تكون بعلم، ليس هكذا إضافة حديد وإضافة يود ويعني هكذا على هواء. هذه الأشياء ورنين، يعني الايرون كونتينين، يعني الأشياء التي يوجد فيها حديد، يعني تسمم، يعني تسمم قاتل، فاتال بوزنين، يعني تسمم قاتل عند الأطفال ما دون سن السادسة. وهذه الأشياء وقعت في أمريكا وأوروبا، أن أطفال أصيبوا بهذه الأعراض، يعني من جراء الحديد، إضافة الحديد في دقيق اللحم قمح على أي. هذه أشياء حول يعني الأفردوز، هو يعني الحديد دائما إذا ما تعدى، الملح باليود، والملح باليود هناك منشورات الآن، منشورات تؤكد على أن مشكل اليود الآن ليس يعني أمر هذه إذا بيتادين، فهذه الجراثيم طبيعها تصبح يعني مقاومة للبيتادين. وطبعا الآن أصبحت كما يقول الأطباء بدون أي فعالية بيتادين، الآن لا شيرجي أوبستيتريك، يعني طب الولادة الآن يستعملون البيتادين، ولكن مفعولية نقص مع إضافة هذا اليود، لأن في الطبيعة الآن كل الجراثيم أصبح مقاوم، كل الجراثيم أصبحت مقاومة للمضادات. لماذا؟ لأنها دخلت مع هذه المضادات في الطبيعة. نحن نستعمل مضادات كبيرة، ونستعمل عوامل تجعل هذه الميكروبات تصبح يعني أكثر شراسة وأكثر يعني قوة مما كانت عليه، يعني وكأننا يعني نستفيق هذه الميكروبات كي تصبح أخطر مما كانت عليه. لهذه الهرمونات كذلك في اللحوم، بحال في أوروبا وأمريكا هناك تسمين العجول وتسمين تقريبا جل الحيوانات بالهرمونات، يحقنون هذه الهرمونات للعجول كي ينتفخوا بسرعة، طبيعة الحال يعطي وزن كبير. وهذه الهرمونات تكون في اللحم والحليب
ثم في عند الدجاج تكون حتى في البيض وفي اللحم كذلك بنفس الطريقة. هي هذا الهرمون المعروف والاستري سوماتوتروبين البوفين سوماتوتروبين معروف، هذا يعني الذي يحقن ويعطى لكل الحيوانات كي تنتفخ بسرعة. وهذا السوماتوتروبين الآن أدخلت حتى للأسماك وأدخلت للخنازير وأدخلت حتى للقنية الآن وللديك الرومي يعني كي يعطيه لحم بكثرة من طبيعة الحال. وفي الغرب الآن أصبحت هذه الاستبي معروفة، تقنية معروفة حقن هذه الهرمونات لتسمين الحيوانات. وهي البوفين سوماتوتروبين ذاريكوز إنكريز أوف أي جي إف، هذه اللي مكتوبة بالأصفر. لماذا؟ لأن هذا الهرمون في الجسم يعمل على رفع مستوى الأي جي إف، والأي جي إف هو العامل الذي يحدث السرطان. كي الأي جي جي وكي الاي جي ام وكي الاي جي ا كتعرفوهم هما يعني المناعه، ولكن كي الاي جي اف هو العامل ويوجد يعني يجب ان يكون باقل مستوى في الجسم. فاذا زاد الحد ديالو الى زاد يعني بطبيعه الحال السرطان يسرع، يعني السرعه ديال السرطان تكبر. وهذه الهرمونات هي يعني تزيد في مستوى الاي جي اف. لما يكثر الاي جي اف في 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 الجسم طبيعه الحال خطر السرطان يصبح محقق، يعني يصبح لا مفاد منه ويظهر سرطان في الجسم. هذه يعني الصلخ، هذه المسالخ الحيوانات تشيكنز. دجاج بيف نفس الشيء، هرمونات يعني هذه مسائل غربيه. الاستراديول هذا يستعمل كذلك، هذه الهرمونات اكوردنج تو يو الاستراديول نعم يستعمل كذلك في تسمين وفي سميتو عليه مسائل خطيره. يعني الاستراديول راه هرمون يعني معروف، هذا الذي يخاف عليه الان. انظروا فوق بالاصفر تشيلدرن ان دانجين، فالاطفال هم الان الذين يوجدون في خطر. لان لماذا؟ لان هذا الطفل جسمه صغير ولما يزداد الان سيزداد في مجال حيوي قاتل، سيزداد في مجال أقول مجال قاتل من هوائه ومن مائه ومن أكله ومن أفرشته ومن لباسه ومن كل شيء، سيكون مجال قاتل مجال سام. سيزداد من بطن أمه لما كان في هذا البطن كان يقيه، وسيزداد من بطن أمه ثم يرمى في هذا العالم القاتل من الكيماويات ومن الملوثات ومن كل شيء. ثم سرطان الأطفال الآن أصبح يعني ما شاء الله. ثم دروغز عليهم في مسائل تضاف، بعض المضادات الحيوية تضاف في الأكل كي تزيد في سرعة في مدة الاستهلاك. زيد antibiotics in food production. يعني رجع لهذه، رجع هذه بعض الأنتيبيو، هذه يعني المضادات الحيوية. المضادات الحيوية هي قد تأتي من الحيوانات التي تعالج بيطريا، تحقن لها بعض الأدوية وتمر إلى اللحم وإلى الحليب. ثم قد تأتي من العلف، لأن الأعلاف تضاف إليها مضادات حيوية كي تحفظ، ثم تأكل هذه الحيوانات بطبيعة الحال، وهذه المضادات تمر إلى اللحم، تمشي مباشرة إلى اللحم والحليب والبيض وكل هذه الأشياء. لأن من طبيعة الحال هذه الأشياء يعني أصبحت تستعمل بكثرة. 19 مليون باوند، شحال من كيلو؟ نص، يعني الباوند هو نص كيلو. 19 مليون باوند ديال الأدوية الآن تستعمل خصيصا في الفلاحة، يعني في الزراعة ماشي لشفاء الأمراض، تستعمل لشفاء. هذه الكمية خارجية التي ستمتصها الأغذية وستصل إلى الإنسان. 19 مليون باوند في السنة في أمريكا تستعمل للزراعة، الأدوية للزراعة. يعني الجراثيم اصبحت الان مضاده لهذه، مقاومه لهذه المضادات، الانتيبيو ريزيستانس. وهذه المقاومه فالان تركيز يجب على الطبيب وعلى الصيدلي ان يراقب جيدا وزن الطفل ووزن المريض كي يعطيه تركيز، لان اذا نقص هذا التركيز مع هذه الجراثيم المقاومه فهو سيقتله. يعني انظروا الى هذه اصابه اللوزتين عند الاطفال الان، الاموكسيسيلين. يعني كل الاطباء في العالم اجمعوا على ان الاموكسيسيلين هو احسن دواء، نعم هو احسن دواء، هو احسن شكل ديال البنسلين الذي يقتل هذا الجرثوم ديال تعفن اللوزتين. لكن يجب ان تكون هنا، لان التركيز الذي يباع في الصيدلات هو الان 250 500 الف، يعني 1000 للكبار. لكن الطفل إذا كان مثلا 10 11 12 فطبيب سيقول 500، نعطيه 500 لأن الوزن دياله أصبح فوق 30، يعني حاليًا فوق 16 كيلو فوق 20 كيلو ياخذ 500. لكن هذا الطفل، ما الفرق ما بين طفل 11 عام وطفل 7 سنوات؟
غادي نعطيه 250 هنا نعطيه 500 هنا، فالتركيز ماشي هو هو. مرات يكونوا الاطفال عوض ما ياخذوا 500 كياخذوا 250، عوض ما ياخذوا 250 ياخذوا 500، وتكون هناك اضطراب يعني فيزيولوجي اللي ليس من خطا الطبيب ابدا، وليس من خطا الصيدلي، وليس من خطا اي احد، الا من خطا هذه الافات في الطبيعه. فمن قبل ربما كانت 250 ملي جرام ديال الاموكسيسيلين تقضي، الان خص 500، الطفل خصه 500. علاش؟ لان الجراثيم اصبحت مقاومه، وهي من طبيعه الحال نحن نخاف على هذا الشكل من الجراثيم، لان المرض لا يشفى بهذه بـ 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 بالطريقه العاديه او بالتركيز العادي.